واحدة من أخطر الطائرات المسيرة الهجومية في العالم، تعرف بسو-70، يطلق عليها اسم الصياد الضارب. إنها الدران الروسية أوخوتنيك التي صممتها شركة سوخوي، وصنعتها من مواد تمتص أشعة الرادار تمنحها قدرة على التخفي لتصبح طائرة شبحية. يصل وزنها إلى 20 طناً من دون تسليح، وطولها 14 متراً، والمسافة بين طرفي الجناحين 19 متراً. يمكنها تنفيذ مهام الهجوم الأرضي والاستطلاع، وتتقدم مقاتلات الجيل الخامس لحمايتها من الصواريخ المعادية، وهي مصممة لمشاركة بيانات القتال في الوقت الفعلي مع الوسائل القتالية الأخرى. تمتلك أوخوتنيك تقنيات الجيل الخامس من الطائرات الحربية، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع العسكري والمهام الهجومية منفردة أو مع مقاتلات حربية عادية غير مسيرة. كانت أول رحلة طيران لها في أغسطس 2019، حيث استمرت آنذاك في التحليق في الجو لمدة 20 دقيقة، وكان يتم التحكم فيها عن طريق محطة تحكم أرضية. نفذت بعدها أول تحليق مشترك مع مقاتلات سو-57، وتمكنت حينها من المناورة بنظام التشغيل الآلي على ارتفاع 1600 متر خلال مهمة استمرت 30 دقيقة. التنسيق بينها وبين مقاتلات الجيل الخامس يمكنها من تنفيذ هجمات كبيرة بما تمتلكه من أسلحة متطورة تجعلها وحش روسيا القادم وبقوة.